الشتاء دخل والمطر بدات تصب، وان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. وكنقولوا شتاء وبرد نقولوا احساس بالبخل، الخمول، التعب اكثر من العاده. وفما برشا ناس ماذا بهم يعديوا شتاء كامل وهما في الدار ويتخليوا على مسؤولياتهم الكل، ولكن الاكيد لا، على خاطر يلزم نعديوا شتاء في فورما وكلنا نشاط وحيويه. وهذاك علاش اليوم في سكانير باش نعطيكم خطوات بسيطه تتغلبوا بها على الارهاق والتعب والكسل. ما لا تابعونا اليوم في سكانير. اول حاجه يلزم ما نفلتوش ضوء الشمس، يلزم نقوموا بكري ونحلوا شبابك نتاع البيوت ونخليوا الضوء يدخل، ونحاولوا احنا نخرجوا قد ما نجموا في النهار ونتعرضوا لضوء الشمس على خاطر يعزز الطاقه ويقلل من ضغط الدم ويحسن الحاله المزاجيه نتاعنا. ثاني حاجه ناخذوا قسط كافي من النوم، على خاطر النوم القليل يخلي الجسم نتاعنا مش قادر على بذل مجهود كبير. ولكن زيده ردوا بيكم، راهو الافراط في النوم يخليك تحس بالخمول في وسط النهار وخاصه في الشتاء، هذاك علاش ننصحكم باش ترقدوا في حدود 8 سوايع. ثالث حاجه هي ممارسه التمارين الرياضيه، ونتصور اكثريه الناس اخر حاجه نجموا يخموا فيها في الشتاء هي انهم يبذلوا مجهود اخر، ولكن باش تتفاجئ بالنشاط نتاعك بعد كل ممارسه نشاط بدني، على خاطر التمارين البدنيه تقلل من الشعور بالارهاق وتعمل على تحسين جوده النوم وتعطينا النشاط والحيويه. رابع حاجه الماكله الصحيه، من المهم جدا ان نتاكدوا ان عنا نظام غذائي صحي ومتوازن، وباش يكون عنا نشاط وطاقه اكثر ماذا بينا الماكله نتاعنا تتضمن الفاكهه والخضروات. كانت هذه سكانير لليوم، اذا كان عندكم موضوع تحبونا نحكيو فيه تبعثونا